ليس هناك أتعس من أن تترك القطب الجنوبي لتأتي للعمل في مصر. هذا كان رد فعل بعض من المصريين بعد إعلان خبر وجود بطاريق في أحد المولات الشهيرة والتي تم افتتاحها منذ أيام. حالة من الجدل الواسعة سيطرت على المصريين بعد معرفة وجود البطاريق في مصر. كيف سيتأقلم البطريق مع المصريين؟ وهل سيعامله البعض مثلما يعامله الحيوانات في حديقة الحيوان؟ وبعيداً عن هذا الجدل الواسع، دعونا نتعرف على بعض المعلومات عن البطاريق. أولها أن بعضها لا يعيش في القطب الجنوبي، وإنما المناطق المدارية أو المعتدلة. كما أن البطريق ببساطة هو كائن يقف بوضوح بين الأسماك والطيور. ليس ذلك فقط، بل إن أنثى البطريق معروف عنها أنها تخون شريكها. ولكي تعيش مؤقتاً في القطب الجنوبي بمصر لمشاهدة البطاريق، ستقوم بدفع مبلغ مالي يتراوح بين 400 إلى 850 جنيه. وهذه الأرقام بطبيعة الحال محل جدل واسع بين المصريين. ولكن يبقى السؤال، لو كان القرار في يد البطاريق، هل كانت ستترك القطب الجنوبي وتأتي إلى هنا؟